المحاضرة الماضية شباب احنا انهينا الشابتر رقم 4 وقلنا راح يكون تمهيدا لشابتر رقم 5 اللي عنوانه بده يكون بروسيس بلانينج. اذا انا بدي اعرف البروسيس بلانينج بشكل عام نقول اتس ا فانكشن ان ا مانيفاكتشرنج فاسيلتي، هو عبارة عن فانكشن معامل للمانيفاكتشرنج فاسيلتي، المكان اللي بتم فيه عمليات التصنيع، اللي ايش بيعمل علاقات بين العمليات البروسيسز والباراميترز اللي لازم تستخدم اثناء عمليه التصنيع، وما هي الماكينات التي نستخدمها لتنفيذ هاي العمليات. اذا البروسيس بلاننج تخطط لانتاج قطعه، بدك تشوف شو في عندك ماكينات، شو في عندك تولز، كيف السيكونس تبع هاي القطعه بدها تمر من اي مرحله لاي مرحله لاي مرحله لحد ما توصل للزبون، وغيرها من المعطيات اللي لازم تفكر فيها اثناء البروسيس بلاننج. What is the goal of the process planning نفسه؟ إنه to convert تحويل الرف بلت لإيش؟ لبارت في الفاينل فورم حسب الديزاين اللي أعطانا إياه الديزاينر. إذا هذا هو الهدف من البروسيس بلاننج. البروسيس بلاننج بالعادة بينزل على ورقة، يعني بنعطيها ورقة للفني اللي بده يشتغل معانا وهو من خلالها بيعرف شو بده يساوي. هاي نفسها بسموها operation sheet. في بعض الناس بيسموها operation sheet، هذا مكافئ ايضا للبروسيس بلاننج شيت. راوت شيت، راوت معناها مسار، اذا هون عباره عن ورقه المسار او operation planning summary، ملخص تخطيط العمليات، وهذا كلياتها اسماء مرادفه. عرفنا ايش هو البروسيس بلاننج، عرفنا شو الاسماء المرادفه له، الاستراتيجي اللي انت بدك تتبعها عشان تسوي بارت معين لازم نتطلع عليها من النواحي التالية. أول واحدة identifying the sequence of processes to manufacture the part، إنه أنت بدك تحدد ترتيب المراحل اللي بده يفوت فيها القطعة، يطلع من ستيشن ويفوت بستيشن أخرى يكون بالترتيب الصحيح. إذا هاي أول شغلة بدنا نركز عليها أثناء وصول أي قطعة لإلنا من أجل المانيفاكتشرينج. اثنين identifying the proper jigs and fixtures، أنا بس أطلع على القطعة شباب، مثلا زي ما اتفقنا المرة الماضية نفترض أنه أنا في عندي مثلا قطعة مخروطية ومطلوب مني أني أعمل عليها ثقب، مثلا ثقب باستخدام رشة دريل. الآن هاي مسكتها، إذا أنت ما صممت لها jig أو fixture معين يمسكها بحيث انها تكون افقيه، والثقب اللي انا بدي اعمله يكون عمودي على المحور اللي انا بدي اشتغل عليه، معناته ما راح تقدر تسويه. لهذا السبب انا بس اطلع على القطعه اللي بتجيني بدي اصنعها، اول شيء بدي اعرف شو البروسيسز اللي بدها تفوت عليها، ثم بدي اعرف الجيجز والفيكستشرز اللي بدها تساعدني على مسك هاي القطعه. يعني هاي القطعه مثلا انت لما تجيب لي اياها بهذا الشكل وتقول لي مثقوبه، هنا في عندي ثقب، راح اقول لك بتتسوى عندي في المصنع كحكي كلام، اوكي والله بتنعمل ما فيها اشي مستحيل، ولكن لما اجي على الواقع بدي افكر كيف هاي بدي امسكها. مثال اخر عليها، مثلا انت في عندك قطعه بلاستيك صناعي اللي بسموه عندنا تفلون، الان هذا لو بدي امسكه انا مباشره مثلا على راس المخرطة وأصنع قطعة، الشكل ممكن تحصل عليه، ولكن عملية الشد اللي بتكون على راس المخرطة، إنه عندك أنت في شد عالي من راس المخرطة المعدني على قطعة مصنوعة من البلاستيك راح يشوهها. إذا هون أنت أيضا بدك تبلش تفكر إنك تعمل لها مسكة، كيف تمسك هاي قطعة البلاستيك على راس المخرطة المعدني عشان ما تشوهها وتحصل على الشكل المطلوب. تمام؟ إذا هون هاي أيضا تكمن كفاءة مهندس الإنتاج في تحديد الجيجز أند فيكستشرز للديفرنت بارتس. ثلاث بلانينج أند أور أوردرينج أوف ماتيريالز، يعني أنا بدي أخطط للماتيريالز اللي بدي أشتريها، بدي أشوف والله بدي تفلون، بدي معاها براغي مثلا قياس 18 مثلا خلينا نقول، بدي يكون مثلا جواتها انسيرتس، بدي يكون أورينجز، بدي يكون عندي بيرينجز،
بغض النظر شو نوع الاكسسوارز اللي بتيجي مع القطعة. إذا عندي كان به ما عندي لازم أشتغل سريعا وأشتري القطع اللي هون مسميها ordering، إنك تجيب وتعمل order للماتيريال. اللي بعديها ordering and or design of tools. زي ما اتفقنا بتتذكروا بالزمانات حكينا لكم عن السيارات اللي بتطلع من الحرة، هذا الجنط تبع السيارة وبيكون عليها 6 براغي، 5 منهن مألوفات والسادس ايش بيعطوك اياه بشكل هيك غريب بسموه القفل، والمفتاح تبعه موجود فقط مع الوكالة على الاغلب. انت عشان تقدر تفك هذا العجل بدك تعمل له سبيشال تول عشان تقدر تفكه. تخيل الزبون جاب لك قطعة في عليها اشي بنفس المبدأ انه عليها قفل، فشو بدك اول ما تطلع عليها تكون عارف بالستاندرد، تقول والله هذا البرغي اوكي موجود بالسوق، هذا موجود، هذا موجود، هذا مش موجود، بضطر اعمل له قطع او بضطر اعمل له تول. اذا هنا ايضا تكمن قوتك انت كبلانر، كبروسيس بلانر. اللي بعديها سكادجولينج بارت برودكشن اند انسبكشن. بعد ما تحط كل هاي الاشياء اللي تقدمنا وحكينا عنها الاربع نقاط، النقطة الخامسة انك تحطهم بترتيب معين كلهم، اللي هو الاوردرينج والايدنتيفاينج والبلانينج والاوردرينج مره ثانيه، تحطهم كلهم بجدول عشان تقدر تصنع البارت اللي موجود عندك. الان عشان نفهم الموضوع اكثر وننمي قدراتنا ستيب باي ستيب، خلينا نطلع على الاكزامبل اللي موجود عندي هون. الاكزامبل اللي موجود عندي هون اذا بدي اجي اطلع هون شو اسمه، اسم القطعه اسمها هاندل، يعني ايد، ايد قد تكون مثلا ايد او ذراع، ذراع لتحريك عتله في ماكينه معينه. بغض النظر اتفقنا من واجبات البروسيس بلانر في المحاضرات الماضيه انه ايش، يكون قادر على قراءه الرسومات الهندسيه. الان انت كمهندس هي اجاك هاي القطعه، بدك تعرف الان شو دلالات الرموز والاشكال اللي موجوده عليها. راح اجي اقول والله هاي المنطقة اللي هون عبارة عن تسنين. كيف عرفت انها تسنين؟ اول اشي من خلال الخطين المتوازيات على الحافة. ثانيا M20، يعني التسنين اللي عندي هون بنظام المترك وقطر القطعة او قطر المنطقة المسننة 20 ميلي ضرب 1.5، 1.5 اللي هي الخطوة، الخطوة تبعت التسنين. هاي اول شغله قلنا بدنا نفهمها انه نكون قادرين على قراءه الرسومات الهندسيه. لاحظ الان في عندك دائره صغيره، دائره صغيره معناها ايش؟ انه الشكل هون مكبر عندك، مكبر عشان يعطيك ابعاد الجروف، يعني هون هاي السن، هاي السن اللي حكينا عنه قبل شوي. في عندي هون كتف، بالعاده شباب الكم هاي معلومه انه لما انا اعمل كتف زي هذا خلف التسنين هذا بكون عباره عن مهرب للسكينه. كيف يعني مهرب للسكينة؟ على السريع خلينا نشرحها. مثلا أنا بدي أسنن قطعة، فالآن إذا كانت متصلة في شيء معين وقطره أكبر من قطر منطقة التسنين، فبالعادة شو بيعملوا؟ بيعملوا هنا جروف، هذا اللي هنا بسموه جروف. لإيش هذا الجروف؟ عشان لما سكينة التسنين وهي بتشتغل، طبعا هي بتكون أوتوماتيك شغالة، بتروح بهذا الاتجاه بعدين بترد تسحب سكينتك وبتطلع بهذا الاتجاه، بعدين ترجع مرة ثانية بتسنن بتطلع وبترد ترجع. بما انه العملية اوتوماتيك انت لازم تضمن انه السكينة طلعت عن السك اللي قاعد ايش بتسنن فيها. بنفس الوقت ما بدك اياها تضرب في الماتيريال المتبقية من الجزء الاخر المتصل فيها. لهذا السبب بيعملوا هذا الكتف بحيث انه اذا اجت السكينة هون ما تضرب في الكتف العالي، وبنفس الوقت اقدر اوقف التسنين ما اضرب السن اللي بشتغل عليه، بسحب السكينه مره ثانيه وبرد اسنن وهكذا. اذا ها هي بتكون اللوب تبعت التسنين، اتمنى انها تكون واضحه. الان نيجي هنا، هاي بصراحه بسموها في نيرلينج، هسه ان شاء الله راح نتعرف عليها، بس بالعربي او بمصطلحاتنا بسموها الترتره. الترتره يعني انك تعمل تكستشر على السيرفس تبع الميتاليك بارت بحيث انه ما ينزلق من ايدك، تمام؟ لانه هاي اتفقنا اسمها هاندل، يعني بدي امسك واحرك فيها الماكينه.
فإذا بدي أعمل إشي إنه يسهل عندي عملية القبض على هاي الهاندل. بعد ما تعرفت على الفيتشرز تبعت القطعة، الآن لازم تكون قادر على معرفة طريقة عمل هاي القطعة. لو جبت لك إياها يوم من الأيام على المصنع وقلت لك يا مهندس فلان صنع لي إياها، طيب أنا إيش بدي أمسك من هون بالأول؟ أسوي الترترة بالأول؟ أسنن بالأول؟ طب أمسك من هون؟ طيب أسوي الجروف عشان السن ما يضرب؟ رح هاي كل التساؤلات إن شاء الله تقدر تجاوبها بعد ما ننتهي من هذا الشابتر. طيب عشان نعرف كيف هاي القطعة ممكن تتصنع، بدنا نسوي لها بروسيس راوت شيت اللي هو بروسيس بلانينج. الآن أنا بس اطلعت على هاي القطعة والله شفت إنه كل الأوامر تنفذ على المخرطة، إذن فيش داعي إني أفكر في طريقة أخرى أو في عملية أخرى، خلاص منقول كله على المخرطة إذن أمورنا تمام. بدي أمسك على المخرطة، كيف بدي أبلش؟ نيجي نطلع على هذا التيبل. التيبل لازم يكون فيه معلومات رئيسية قبل ما نبلش في عملية التصنيع. نيجي هنا بارت نمبر مثلا، في له نمبر معين، هذا من وين بنجيبه؟ بنجيبه من الانفورميشن تيبل اللي موجود مرفق مع الرسمة، عشان ايش الزبون تبعي يكون مطمن انه هاي هي قطعته اللي قاعدين نشتغل له فيها. هاي البارت نمبر هي موجود عندي في التيبل. البارت نيم، هاي البارت نيم. الديت مهم جدا انك تذكر التاريخ اللي بتشتغل عليه، وهذا عشان عمليات ضبط الجودة. فلان ليش تأخرت عندك القطعة على خط الإنتاج؟ طب ما هي فاتت عندك فبريوري 10th في 98 وهينا صرنا بالألفين وعشرين وبعدك ما طلعتها، حرام عليك. تمام؟ إذن لازم نعرف التاريخ. الماتيريال، الماتيريال بالعادة بتكون مزودة من الزبون نفسه. هاي ألومنوم، هاي هون ألومنوم 6061T6. الرقم اللي عندي هون التي 6 معناها خاضع لهيت تريتمنت بروسيجر رقمه 6، وهذا معروف بالستاندرد. بس تروح تطلع التي 6 هيت تريتمنت بروسيجر بيعطيك بالضبط كيف تسخن وكيف توقف وكيف تبرد وكيف تعمل تمبرينج. تمام؟ اذا برقم وحرف بتكون عارف شو يعني الهيت تريتمنت بروسيجر للقطعه اللي بدك تشتغل عليها. اذا انا بدي اخلي في بالي انه القطعه بعد ما اصنعها بدي اعمل لها هيت تريتمنت، ممكن أضيفها على الجدول تبعي إذا كان المصنع عندي بيعمل هيت تريتمنت. تمام؟ منيجي بنمسك السايز تبع الخامة، الخام اللي أنا بدي أشتغل عليه. باجي بطلع بقول والله أنا الخامة عندي أكبر قطر فيها 22 وأكثر طول فيها 23، إذن الآن باجي بوصي عليها. طبعا هو بالعادة لما بدنا نوصي بنوصي على إشي أكبر بشوي، يعني مثلا بقول 22.5 في 231 او 232، لكن هنا بالمثال اعطاني اياها اكزاكتلي نفس السايز اللي موجود عندي، ما في مشكله. ولكن إلك انت لما بدك توصع ماده خام وصي على قياسات اكبر من المطلوب. تمام؟ الاوبريشن الاولى هو سماها 10 20 30 براحتك، بتسميها الاسم اللي بدك اياه. على اي ماكينه بدي اشتغل حطها على الليف. الستاندرد سيت اب هذا في عندهم بالشركه اللي عملوا هذا الجدول بال98 عندهم ستاندرد سيت اب. كيف فهم مني مثلا التي 6 هي عباره عن هيت تريتمنت لكذا كذا كذا؟ هو ايضا بالمصنع متعارف عليه هاي الارقام، فهي ما بتهمنا احنا كثير. لاحظ معي هون هذا minutes run، يعني قديش وقت التصنيع في هاي المرحله، وهذا اللي ايش تعلمناه في الشابتر اللي مضى. لما كنت اقول لك والله عندي عمليه اخراطه من قطر هالقد على طول هالقد بدي اصنعها، فشو كنا نعمل؟ باستخدام المعادلات نحسب التايم. اذا الان اجت الحاجه للمعادلات اللي تعرفنا عليها. الان نيجي على الكولوم اللي بعده، بقول لك هو عباره عن instructions. Instructions شو بقول لك؟ Chuck material exposing 45 millimeter length face to clean. Turn outer diameter to 21.8. Multiply by 25 long. File chamfer R2. اللي بيعرف عمليات الخراطة ومصطلحاتها لازم يكون أولا قادر إنه يكتبها.
ثانيا بعد ما يكتبها وينزلها على الورشة، اللي بيعرف مصطلحات الخراطة لازم يكون قادر على قراءة هاي التواسم. خلينا نفكها أنا وياكم بالله. الآن شو قال لك؟ قال لك تشك. تشك شو معناها؟ معناها امسك على رأس المخرطة. هاي رأس المخرطة، قال لك ايش تشك؟ معناها بدي احط قطعتي امسكها على رأس المخرطة. ممتاز. شو بقول لك؟ exposing 45 مليمتر length، يعني بدي اظهر منها من القطعة بطول 45 مليمتر. تمام. هاي انا من وين بجيب هذا الكلام او هاي الرسمة؟ من الكلام اللي موجود هون. face to clean يعني ايش معناها؟ نظف الوجه تبع القطع. تمام. شو الخطوة اللي بعديها؟ قال لك turn outer diameter to، تحول القطر من فاي كان 22 مليمتر، بده اياك تحول له اياه ل 21.8 مليمتر. تمام. تنزيل القطر هذا شو بقول لك؟ بقول لك بطول 25. اذا الان انا عندي 45 بارزات، هذول ال 45 قطرهم 22، بدي اسوي منهم 25 بقطر 21.8. اذا هنا 21.8 بده يكون الطول تبعها قديش؟ 25. اذا الباقي عندي قديش بده يضل؟ بده يضل عندي الباقي 15، وقطره قديش؟ قطره 22، او بغض النظر، نعم كان 22. تمام. كل هاي المعلومات من وين اخذتها شباب؟ اخذتها من السطر الاول والثاني والثالث. اذا بدي اجي احسب الان الزمن تبع الخراطة، شو بدي اقول؟ بدي اقول انه انا كان عندي القطر الابتدائي 22، نزل لا 21.8 على طول 25. اوكي. اذا الامور صارت واضحة بالنسبة لنا هون، بقدر احسب التايم اللازم لها. اخر اشي فايل تشامفر ار 2. فايل ايش معناها؟ مش معناها ملف، فايل معناها مبرد. الان بقول لك ار 2، وين الار 2؟ هاي ار 1. وين الار 2؟ نيجي نطلع على الرسم هون، هيها ار 2. بقول لك اعمل لي تشامفر بالمبرد، يعني بدون قياس. وصلت؟ اذا انت الان بدك تعمل راديوس بالمبرد. طبعا هو كاتب لي اياها تشامفر، وانت ممكن تعملها فيلت بدل تشامفر. وصلت الان؟ اذا الان شو بيسوي هو؟ خلينا نرجع على الشكل تبعنا. مسك هاي القطعه من وين؟ حط هاي كلياتها في ثم راس المخرطه. هاي كلياتها من هون كانت داخل حلق راس المخرطه، وبرز منها 45. بلش يشتغل عمين على هاي الحافه. طبعا ليش بلش يشتغل هون؟ لانه بده يسوي السن اخر اشي. السن ما بصير اني اعمله وارجع امسك عليه شباب. فبالتالي هو شو قال لك؟ قال لك بمسك على هاي المنطقه، بروح بشتغل على الحافه الثانيه، وبعدين بنشوف شو الخطوه اللي بعديها. خلينا نشوف شو الخطوه اللي بعديها. اجى قال لك الخطوه الثانيه ليث. نيجي بنشوف شو التايم اللي لازم لها، 0.5 من المينتس يعني نص دقيقه. شو بقول لك؟ ريفرس ماتيريال اكسبوزنج 45 مليمتر لينث. يعني ايش عمل؟ يعني اجعل هاي القطعه وشو سوى لها؟ قلبها. يعني هاي عندي راس المخرطه هون، خلينا نقول شو صارت عندي؟ صارت عندي القطعة من هنا لسه خام، ولكن داخل حلق المخرطة شو في عندي؟ عندي القطعة اللي أنا اشتغلت فيها. الآن الخطوة اللي بعديها قال لك ريفيرس، وخلي اللي ظاهر منها 45 ميلي. طبعا أنا بلغت شوي في الأبعاد لأنه عارفين مش لوح هذا ولا إشي توسكي. الآن فيس تو كلين، نظف الوجه. بعدين لاي أوت 30 مليمتر دياميتر to shoulder، يعني بدك تعمل شولدر كتف على بعد 30 مليمتر. خلينا نشوف الرسمة تبعتنا. هاي الرسمة تبعتنا هون، في عنا شولدر. قديش طول التسنين هنا؟
كيف بقدر أطلعه؟ هيو 200 للحافة ولنهايتها 230. إذن المسافة من هون لهون قديش؟ 30. هي هاي 30 اللي بحكي عنها هون. Layout معناها أنه أنت تيجي تسوي شولدر، هذا الشولدر مستلقي على آخر بعد لإله مقداره 30. يعني خلينا نيجي نرسمها هيك بشكل عام، أنه هاي الثلاثين تبعت اللي بدها تكون ظاهرة أو جزء من القطعة، جيت على الثلاثين طول 30 عملت شولدر، فطلعت معي القطعة البارزة من هون طولها 30. وقديش القطر تبعها مبدئيا؟ القطر تبعها شو بده يكون؟ 20، يعني بده يكون قطرها 20 عشان أسوي التسنين عليها. الآن بقول لك سوي شولدر بكيفك. هذا الشولدر معطيك أبعاده، هيو قال لك بدك تسوي لي راديوس 1 ميلي، وإيش العرض تبعه يكون 3 ميلي. هذا شولدر 3 × 1.5 في R1. إذن بدك تسوي لي جروف اللي هو الشولدر، أنت بدك تأسس له أول إشي هون، بعدين هيك اشتغلت، تمام؟ إذن المرحلة هاي الثانية اللي هي رقمها 20 كان فقط إنك تسوي خراطة وتعمل الشولدر اللي موجود عندك هون. الآن اللي بعديها لاحظ بقول لك single point M20 في 1.5 thread، يعني إنه يكون عندك سكينة قطع لها single cutting point، هي يعني شكلها هيك تقطع من شقة واحدة، ويكون خطوتها لهاي سكينة التسنين خطوتها 1.5، وبدك تسويها على قطر 20. هيها قطر 20 جاهزة. الآن بقول لك finish thread with die، ممكن انك تستخدم قالب زي مثلا اللي هي مسميها التختاي، انك بتسوي اول شيء التسنين على السكينة بعدين تعملها بالتختاي، هذا كله باخذ منك قديش؟ 2 دقيقة. نيجي على الخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها شو بقول لك؟ chamfer debor thread. chamfer debor thread يعني انك تشيل الزوائد المعدنية اللي بتكون على الحواف تبعت السن. هسه مثلا انت جيت عملت هون كاتنج للثريد، بالعادة لما تخرج السكينة بيكون هيك، ودائما في كل الزوايا في عمليات الخراطة بيكون في عندك حواف حادة. فهون شو بقول لك؟ ديبور. ديبور يعني ايش؟ شيل هاي الحواف بالطريقة اللي انت تراها مناسبة، قد تكون باستخدام صامولة قديمة، قد تكون باستخدام مثلا مبرد، وقد تكون باستخدام ورقة قزاز، لك الخيار. نيجي على اللي بعديها بقول لك سنتر دريل بستين دقري وقطر 8 ميلي. وين هذا موجود عندي؟ سنتر دريل مش مرسوم عندي هون على الرسمة، ولكن شو بده؟ بده يسند القطعة هون، بده يسندها في السنبوك عشان يقدر يعمل الترترة الآن، لأنه خلص سنن وسوى الجزء الثاني، شو ضل عليه؟ ضل عليه الترترة، فالترترة ما بصير يمسك هنا برأس المخرطة ويخلي هذا الجزء معلق. فشو سوى؟ عمل ثقب صغير من أجل أنه يسندها على السنبوك، إذا طبعا أكيد أنتوا أخذتوا مادة الخراطة فعارفين شو السنبوك اللي بنحكي عنه. والآن بتسوي السنتر، بعدين شو بتساوي؟ أدفانس ستوك جريبينج 12 مليمتر من الرو ماتيريال بالشك، ولايف سنتر تو سبورت ذا ورك بيس، وبعدين تعمل نيرلينج بالاداه اللي موجود عندك على طول 125 ملم. انا اتمنى من الجميع انه يرجع يراجع هاي المعلومات ويقارنها في مين؟ في الرسم اللي موجود عنده. الان نيجي نتطلع على التولز والبراميترز اللي بده اياهم عشان يتمم العمليه. قال لك لاول مرحله لعمليه الاخراطه استخدمت 700 RPM اللي هي سبندل سبيد، واستخدمت 0.15 ملم بير ريفوليوشن اللي هو ايش؟ هاي الفيد، هاي بالعاده تعطى لك لانه بندرسها. طيب واذا الان انا تخرجت من وين بدي اجيبهن؟ بجيب هاي البارامترز شباب من الهاند بوكس تبعت الماشينينج، ففي عندك لكل نوع معدن وكل نوع سكينه في لهم بارامترز. الان هو اعطاك الار بي ام، واعطاك الفيد، واعطاك نوع السكينه اللي لها 80 دقري دايموند تي اف تول، تمام؟
إذن الآن هاي كلياتها البراميترز للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية بقول لك والله يستخدم مثلاً دايكيم سكرايب جروف تول، هاي نوع من أنواع التولز اللي بيكون البوز تبعها مش سينجل كاتينج تول، إنما بيكون عبارة عن إيش، عن بهذا الشكل مأخوذة، بيكون بشكل عريض، فأنت مجرد ما تلمس على القطعة ببلش يحفر عشان يسوي لك بالآخر إيش هذا الجروف. ثريدينج تول قال لك علشان استخدم الثريدينج بدي 200 ار بي ام، قللها كانت 700 نزلها لل 200 تمام عشان تبلش عملية التسنين، والآن أعطاني أيضا باقي البراميترز لعملية التسنين وهكذا. الهدف من البروسيس بلانينج صار واضح. الآن أنت كمهندس إنتاج هذا الجدول لازم يكون براسك على فكرة قبل ما تنزله على الورق. 12.5 دقيقة فعليات على المخرطة، وبتعطيها مثلا كمان 5 دقائق، فبتقول والله بدها هاي ثلث ساعة لما تنزل عن المخرطة. شايف كيف؟ إذا كنت قادر على معرفة هاي الخطوات واستخدام التولز والباراميترز وعارف تحسب الوقت، إذا أنت الآن قادر على أنك أيضا تعطي تسعيري للقطعة، لأنه هاي راح تكلفني كذا وتكلفني كذا، وبدي عاملين كذا، ثلاث ماكينة، ثنتين ثلاث، وهكذا. إذا الآن المطلوب منك أنك ترجع بعينك الله تطلع على الرسمة مرة ثانية، وتطلع على الانستركشنز هنا، وعيد أرسمهم بنفس الطريقة اللي أنا عملتهم. على السريع الفاكتورز اللي بتأثر عندي على عملية البروسيس بلانينج، على السريع الجيومتري بتأثر عندي على البروسيس بلانينج، الاكيوريسي اللي مطلوبه والسيرفيس فينش ايضا ممكن تطلب مني وقت اطول، الكوانتيتي اذا بدي اشتغل على قطعه غير لما بدي اشتغل على 20,000 قطعه، الماتيريال تايب هون الومنيوم بعطيه والله 700 سرعه قطع، بس اذا كان ستيل لا بجوز انزل شوي لل 600، ذا افيلبل مانيفاكتشرنج فاسيلتيز شو ما عندي تولز اشياء في ارضيه المصنع، والبارت ايرجنسي قديش انا مستعجل على القطعه.